هذا هو spine of scapula. Above the spine of scapula, the superficial muscle is the trapezius muscle. فهذه المقطوعة من الأعلى هي منه trapezius, ومن الجهة الثانية أيضا هذه هي trapezius muscle. من الأسفل عندي latissimus dorsi muscle, هذه هي. هنا أيضا مقطوعة, باقي فقط التندن مالتها اللي هو tendon of latissimus dorsi. من الجهة الأخرى أيضا هذا هو tendon of latissimus dorsi, وإلا هي تغطي كل الباك of trunk, تغطي هاي المنطقة كلها, لكن مقطوعة باقي فقط هذا التندن. حتى نشوف المسلز deep to it. deep muscles من الأعلى عندي levator scapula, هذه هي جاية من base of skull ونازلة على ال upper part medial border of scapula. فهذه شو اسمها؟ levator scapula muscle. on outer surface there is a great nerve. تشوفون هذا اكو نيرف يمشي على ال outer surface of levator scapula. هذا شو اسمه؟ اسمه accessory nerve. accessory nerve هو cranial nerve. 11th cranial nerve. supply منو؟ لا supply trapezius. supply trapezius هذه, لكن يمشي فقط يمشي على levator scapula, بينما levator scapula نفسها supplied by which nerve؟ dorsal scapular nerve اللي جاي من ال C5 of brachial plexus. فإذا هذا فقط يمشي عليها ما راح يغذيها. اوكي, فهذه واحدة. الثانية هذه رومبويد ماينر. رومبويد ماينر تجي تتصل ايضا بالميديال بوردر اوف سكابيولا, قريبه من الروت اوف سباين. هذا هو السباين وهذا الروت اوف سباين, هي تجي قريبه هنا. بلو رومبويد ماينر هذه المقطوعه ايضا رومبويد ميجر, هذه على اللور بارت اوف ميديال بوردر. شو اسمها؟ رومبويد ميجر. فصارا ليفاتر سكابيولا من فوق, رومبويد ماينر بالوسط, ورومبويد ميجر بالاسفل. زين, على البوستيريور سيرفيس اوف سكابيولا ابوف ذا سباين عندي سوبرا سباينس فوسا. شنو بيها عضله؟ سوبرا سباينيتس, هذه هي. فهذه سوبرا سباينيتس. بلو ذا سباين ايضا هذه انفرا سباينيتس. below infraspinatus there are two muscles, هذه واحدة اسمها teres minor. تشوفوها teres minor, وهذه واحدة اكبر بعد منها اسمها teres major. فصار الترتيب infraspinatus ثم teres major ثم teres minor, العفو, ثم هذه teres major بالاسفل. وجوه التريز ميجر تبين عندي اللاتسيموس دورزي. اوكي, اون ذا لاترال سايد اوف ذا شولدر هذه العضله اسمها دلتويد. الدلتويد بها انتيريور بارت يتصل بالكلافيكل من الامام, وبها لاترال بارت يتصل بالاكروميون, وبها بوستيريور بارت يتصل بما بالسباين اوف سكابيولا. اوكي, وهذه من الجهه الثانيه مفتوحه, هذه بها anterior part وبها middle اللي هو lateral part وبها posterior part deltoid. فهذا مختبر المسكولوسكيليتال سيستم فقط. واضح؟ جيد. هسه